وهو كان بيشاركني الرأي وقال لي النهارده لما يبقى في قرار من اتحاد الكرة لازم يبقى القرار يبقى فيه مشاركة من الأندية، أو لو قرار أو اتحاد الكرة انفرد بالقرار لازم يبقى دايما عندك رؤية مستقبلية، لازم يبقى عندك تخطيط دايما لأربع وخمس سنين وعشر سنين قدام، زي ما احنا شفنا منتخب الهاندبول ما شاء الله شباب الهاندبول بيحقق برونزية كأس العالم، ثالث كأس العالم، والنهارده ناشئين الهاندبول بياخدوا كأس العالم الميدالية الذهبية، ده ما بيجيش من فراغ، ده بيجي من تخطيط لسنوات، ما بشتغلش الست شهور وثلاث شهور، لا يعني أراهن لو طلع مسؤول في اتحاد الكرة قال لي مسابقات الناشئين السنة الجاية، دايما الموسم بينتهي نبدأ نفكر هنشوف هنعمل إيه، لا دايما لازم يبقى عندك القاعدة الأساسية، القاعدة المهمة، القاعدة اللي بتمول لكل منتخبات مصر ناشئين وشباب وأولمبي، واللعيبة دي بعد كده بتكون هي النواة الرئيسية والعنصر الأساسي في منتخب مصر الأول، علشان دايما يبقى عندنا إنجاز، ما نحققش إنجازات تبقى طفرة كل فترة، لا دايما يبقى عندنا أرض ثابتة في الإنجاز. مواليد 97 تم إلغائهم. أكتر نادي تضرر من إلغاء بطولة 97 هو النادي الأهلي، النادي الأهلي عنده عناصر مميزة كتير جدا، فريق 97 تم إعداد هؤلاء اللاعبين على مدار سنوات طويلة، تم الصرف عليهم مبالغ كبيرة، طب المقابل إيه؟ المقابل إن اللعيبة دي مشيت فري من النادي الأهلي، نتيجة قرار من اتحاد الكرة إلغاء 97، طب مفروض تعرفني من بدري، مفروض يبقى عندك تخطيط، عندك في محمود عزت، يوسف علاء وغيرهم وغيرهم كتير من يوسف علاء زي ما قلت، فادي فريد، شعبان المهاجم، ففي لعيبه كتير جدا زي ما قلت لحضراتكم مشيت فري. فنروح نشوف التقرير ده عن اضرار الغاء بطوله 97 ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. مقولة الأهلي دائما رقم واحد ليست من فراغ، لأنه كبير الأندية الإفريقية والمصرية ويعمل بفكر مستقبلي. الأهلي دائما يسبق بخطوة لأن هدفه المصلحة العامة. فوجئت جميع الأندية بقرار اتحاد كرة القدم المصري بإلغاء مسابقة مواليد 97 في الموسم الجديد، بينما كان مجلس إدارة النادي الأهلي قد خاطب الجبلاية في مذكرة رسمية بضرورة حسم مصير المسابقة من عدمه، في الوقت الذي وقفت الأندية مكتوفة الأيدي أمام موقف اتحاد الكرة بشأن مستقبل المسابقة ومصير تلك الفرق ولاعبيها في وسط مكدس بالشائعات والأزمات التي يعد اتحاد الكرة هو المسؤول الأول عنها بسبب عدم تخطيطه الجيد لكل ما يتعلق بكرة القدم ومسابقاتها. النادي الأهلي يؤكد على حرصه الدائم للارتقاء بالكرة المصرية وإرساء القيم الرياضية ولفت الانتباه إلى العديد من المشاكل التي من شأنها أن تظهر في المستقبل بسبب عدم التخطيط لها وحسمها مبكرا، وهو ما حدث، وذلك بعد قرار اتحاد الكرة بإلغاء المسابقة. ظهرت الكثير من المشاكل للأندية بتسريح اللاعبين من دون مقابل أو الاستغناء عنهم بمقابل ضئيل، بينما نجح المميزون منهم في الخروج لأندية أخرى على سبيل الإعارة، مما سبب خسائر فادحة لجميع الأندية، واكتفى آخرون بالإبقاء على لاعب أو اثنين مع الفريق الأول بالنادي. الأزمة نفسها ستلقي بظلالها على المنتخب الأولمبي، رغم مطالبة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب من فترة بضرورة استمرار المسابقة، خاصة وأن هناك العديد من العناصر الأساسية بالمنتخب ويتواجدون في هذه المرحلة السنية. سيكون هناك صعوبة في تجميع أفراد المنتخب المقبل على منافسات البطولة الإفريقية المجمعة والتي تؤهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية 2020 والتي ستقام في مصر. فمن يتحمل هذه الخسائر التي تكبدتها الأندية بالاستغناء المجاني عن لاعبين كثر بعد أن قامت بتجهيزهم بمبالغ باهظة في قطاعات الناشئين؟ كيف سيكون مصير المنتخب الأولمبي في المرحلة المقبلة؟
ده اللي دايما بينادي بيه النادي الاهلي، التخطيط لسنوات مقبله، ودايما بينادي بيه اتحاد الكوره والمسؤولين في اتحاد الكوره. النادي الاهلي خاطب اتحاد الكوره والمسؤولين في اتحاد الكوره عن بطوله 97 دي مرات كتير جدا، ومن فتره كبيره في بطوله 97 ولا ما فيش، فتلاقي مره واحده مفاجاه الغاء بطوله 97. زي ما برضو النادي الاهلي نادى بوجود الفار، الفار لو موجود النهارده هل الاخطاء التحكيميه الموجوده امبارح من الكابتن جهاد جريشه والطاقم اللي موجود معاه هتكون موجوده؟ لا. برضو النادي الاهلي من ضمن الاسباب كان بينادي بانهاء بطوله الدوري قبل كاس الامم. النهارده لما تنهي بطوله الدوري تقدر تشتغل بعد كده على موسم جديد. النهارده لو عايز حتى تغير المدير الفني زي ما النادي الاهلي غير دلوقتي، ما انت بتغير وبقى عندك فتره. فالنادي الاهلي دايما بيشتغل للمستقبل، اتحاد الكره بيشتغل للدقيقه واللحظه للمسؤول قاعد فيها على الكرسي. عشان دايما كده للاسف تلاقوا دايما عندنا تخبط في قطاعات الناشئين وفي القرارات تحت وكمان في القرارات فوق. معايا واحد من نجوم نادي الاسماعيلي ومن الجيل الذهبي اللي دايما يعني